طبابة ألف مع سامي بيروتي. العيادة المسموعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وحبايبنا في كل مكان، مستمعين ألف ألف أف أم الموجة السعودية. حلقة جديدة من برنامجكم الطبي، برنامج طبابة ألف اللي بيجيكم من الأحد للخميس في تمام الساعة الواحدة ظهرا. وزي ما عودناكم دائما رح تسمعونا عن طريق الراديو أو رح تحملوا تطبيق ألف ألف أف أم، تلاقوه في الأب ستور والبلاي ستور، أو تروحوا مباشرة على الموقع الرئيسي www.alfalfam.com. وأكيد تواصلكم واستفساراتكم وأسئلتكم رح تكون عن طريق الاتصال على 012-61-61-100 012-17-85-85. وإذا حابين أيضا تراسلونا ترسل سؤالك أو استفسارك على أرقام الـ SMS STC 85-10-40، موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13، أو شاركونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا على تويتر على ALIF ALIF FM. وبما أنه مرض السكري مرض مزمن بيأثر على مختلف أعضاء الجسم وتحديدا على العين، ف طبابة ألف اليوم رح يكون هذا موضوعنا، عن علاقة مرض السكر بالعين أو السكر والعين. كيف ممكن تتأثر العين تحديدا؟ إيش الأجزاء تحديدا اللي ممكن تتأثر في العين؟ كيف ممكن تعرف العلامات المهمة اللي تستدعيك أنك تذهب للطبيب في حال كنت مريض سكري؟ تفاصيل كثيرة رح نتعرف عليها من خلال الدكتور محمد حنتيرة، استشاري جراحات القرنية وتصحيح عيوب الإبصار. مساء الخير دكتور. يا أهلا بيكي وأهلا بمستمعينك سامية. يا هلا فيك، كيف لك؟ وحشة كبيرة، كله تمام والله. أنت أكثر، يا هلا فيك. طيب خلينا في البداية نتكلم بشكل عام، ما نحدد تحديدا العين، هي في النهاية حنتكلم على العين. صحيح، بكل الأشكال، جميع أجزاء الجسم زي ما أنت قلتي بالضبط. فليش تحديدا مريض السكري بتتأثر أعضاؤه؟ طب سامية نتكلم كده، لو أنا طلبت منك كوباية مية فيها معلقة سكر، حلو أوكي، وانتي روحتي رايحه حطالي خمس كرم بقى، خمس معالق سكر، تفتكري الكوبايه اللي انا طلبتها اللي فيها معلقه سكر واحده زي الثانيه اللي فيها خمسه؟ اكيد لا، هتبقى مسكره قوي، هنسميها شربات، صح؟ صحيح، تقيله قوي قوي، اللزوجه جامده. نفس القصه، مريض السكر، سكر عنده في الدم بيبقى عالي جدا جدا، وتلاقي ان الحركه بتاعته بطيئه قوي قوي. طب وايه يعني؟ لا خدي بالك بقى، ده الدم ده هو المسؤول عن الاكل، توصيل الاكل وتوصيل الهواء. فبيروح على الرئه ياخد الاكسجين بسرعه 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 ويروح وصله للانسجه، كل الدنيا، العين والمخ والقلب والرئه والكلى والكبد، كل الدنيا، ويجري بسرعه يروح رايح رايح عند الامعاء ياخد بعد اللي امتص منها المواد المغذيه كويس قوي، الفيتامينز والمينرالز كله، ويروح بسرعه يوصل لجميع انحاء الجسم. فلازم توصل في الوقت المظبوط في الساعه المظبوطه عشان تؤدي وظيفتها بكفاءه عاليه. اي حاجه عصبيه، عين او مخ، بيبقوا بيحتاجوا طاقه كبيره قوي، هواء كتير، اكسجين كتير، ويحتاجوا جلوكوز كتير قوي قوي وغذاء كتير. فلما يوصل لهم الاكل يبقى متاخر، ما يبقاش الكفاءه بتاعه الشغل بتاعتهم مظبوطه. ولذلك من اكتر الحاجات اللي هي تتاثر هي الاعصاب والعين، لان العين جزء من ايه، من اعصاب المخ. طب كيف تتاثر العين تحديدا؟ لا ده احنا نقول بقى، ده احنا نقعد حلقات من اول العين من بره لحد جوه. بس خلينا نجاوب السؤال ده بطريقه تانية. ايه اكتر اهم عضو يتاثر في مريض السكر؟ الشبكيه. ايه اخطر حاجه ممكن تتاثر في مريض الشبكيه؟ العصب البصري. ايه اشهر حاجه ممكن تحصل مع السكر؟ انخفاض الرؤيه وتغير مقاس النظاره. يعني فضل ونعمه ان مش اخطر حاجه هو اشهر حاجه، صح. وإلا كان أخطر حاجة يبقى كتير قوي قوي قوي. لا، تغيير مقاس النظارة دي علامة من علامات إن المريض ده مش منظم السكر بتاعه. وقلت إيه؟ مش منظم السكر. الله، يعني عالي ولا واطي؟ ممكن يبقى عالي فيعمل قصر النظر، ممكن يبقى واطي فيعملها طول نظر. الله، يبقى المشكلة يا سامية مش في الارتفاع زي ما الناس كتير قوي لا، حتى كمان عدم التنظيم، ان هو يطلع وينزل يطلع وينزل ويطلع وياخد دواء ينزل جامد او ياخد انسولين جرعه زياده يروح نازل. خطوره في عدم الانتظام، مش بس في الارتفاع. ده الحقيقه بنتكلم عليه حديثا دلوقتي. ممتاز. طب في حال انا كنت مريض سكر، ايش هي اهم العلامات اللي راح تستدعيني
أروح الدكتور؟ يعني لما أتابع هذه العلامات تظهر علي أو على عيني تحديدا، هنا لازم أنا أتجه للدكتور. طب نتفق مع بعض الأول. أنا مش مفروض أن أنا أستنى العلامات. أها حلو. آه طبعا، يعني أنا كمريض سكر، كمريض سكر عرفت خلاص عملت التحليل طلع عندي سكر، عدته تاني طلع خلاص، يبقى أنا كده مريض سكر، رحت للدكتور البطنة وادالي قال لي بقى هتاخد منظم جلوكوفاج وات ايفر الاسم بتاعي، او مثلا جرعه عاليه قوي السكر عالي قوي فهحتاج اخد انسولين. عرفت ان انا سكر، على طول اعمل سكيدول ليا مع دكتور العيون فورا. ايوه دكتور، بس انا مش بشتكي من حاجه ولا زغلله يعني، ولا شرط اني انا اشتكي خالص. حلو. ليه بقى؟ لان الجزء ده مهم قوي. شوفي نقطتين اتنين هقولهم. السكر لما ياثر يا ساميه، ايوه لما ياثر يا ساميه ياثر على ايه؟ على اطراف الشبكيه. طب وايه يعني؟ يعني مش هيأثر على النظر إلا متأخر خالص، يبتدي في هو لئيم بطيء، واحد اتنين يبتدي في الأطراف ويلم يلم يقرب 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 لحد لما يقرب. فلما المريض لو اشتكى معناه أن بقاله سنة اتنين هو شغال في عينه. ها دي نقطة مهمة جدا أنه بيجي في الأطراف. نقطة تانية مهمة جدا بقى، احنا قلنا من شوية ايه؟ أن أنسجة الشبكية هي من الأنسجة بتاعت الايه؟ المخ، صح؟ من ومن طبيعه انسجه المخ انها لو حصل انها تاثرت للاسف للاسف يا مالي الحروف عندي ضايعه النهارده للاسف وساميه المهم نرجع تاني، لو اللي تاثرت الاعصاب بتاعه الشبكيه للاسف لا ما يحصل لهاش تكاثر. يعني ايه؟ هي انسجه الشبكيه مختلفه عن الجلد عن الشعر عن انت لما مثلا بتقص الشعر بيرجع تاني، تحلق داني بيرجع تاني، اتعورتي في الجلد بتاع ايدك بيرجع يلتئم تاني. صحيح. لكن الشبكيه متى تاثرت؟ هي او المخ، دول الثلاث انسجه والقلب كمان اللي يتاثر، ما للاسف ايه يتاثر مدى الحياه. ولذلك احنا مش عايزين ان احنا نوصل لدرجه التاثير، لان الدمج هذا التاثير مش هنقدر ان احنا نصلحه. اللي مات من الخلايا مات، مش هيرجع يتكاثر تاني. فالنقطتين دول مهمين جدا. اول حاجه ان ايه؟ قلنا السكر بيأثر ايه على الاطراف بتاعه الشبكيه، فلو المريض اشتكى معناه ان هو شغال بقاله فتره طويله قوي عقبال ما يوصل لمركز الشبكيه. تاني حاجه ان اللي بيتاثر او اللي بيموت من خلايا الشبكيه الحساسه جدا ما بيرجعش يتكون تاني. يعني نقدر نقول عن العلامات او الاعراض دكتور محمد انه مو شرط انا فعليا يكون في عارض واضح بالنسبة لي، لكن مجرد ما أنا مصابة بمرض السكري فهنا هذا مؤشر واضح أني أنا أتجه لدكتور العيون. عشان بس ما تفتكريش أنت زنقتيني في سؤال صعب، هجاوب. جاوب. إيه العلامات؟ واحد، أنا مريض سكر وبروح عند الدكتور وقال لي تعالي كمان سنة دكتور، لكن لقيت أن عناية مش شايف بيها كويس للقريب. أنا عندي مثلا 45 50 60 سنة، القريب بتاعي مش واضح، التلفزيون مش واضح، وشوية تاني بالليل لا الدنيا زبطت كويس. التغير ده، التذبذب في الرؤية علامة مش كويس. واحد. اتنين، أشوف الخطوط المستقيمة معوجة. يعني ايه الكلام ده؟ زي يعني أبص على حرف الباب ألاقيه مفروض إن هو يكون ايه؟ ستريت، عمودي على الأرض. لا ألاقيه ايه ده؟ مميل كده. أو أبص على صفحة الكتاب ألاقيها مميلة شوية، أو خط الكراسة أو الكتاب ألاقي الخطوط معوجة. إيه الكلام ده؟ هنا في شيء غريب، في حاجة مش مظبوطة. تاني حاجة بقى، تالت حاجة، دي علامات كلها، ألاقي الدبانة قدام العين. إيه الدبانة دي؟ دبانة؟ لا، يعني شيء بيتحرك. بس الدبان بقى بتاع مرض السكر، فاكر الحلقة بتاعتنا لما احنا اتكلمنا حلقة كاملة على عن الدبابة الطائرة. وقلنا إن في ثلاث ألوان، قلنا الأصفر وقلنا الإيه الأبيض وقلنا الإيه الأحمر وقلنا الأسود، أربع ألوان. اختار واحدة منهم ايه؟ الاحمر، لان ده معناه ايه؟ انها ذبابة طائرة دموية. ده معناه ان حصل نزيف خلاص موجود في الجسم الزجاجي، مرحلة نتيجة متقدمة. هنا بقى يبقى انا لازم، انا كده اتأخرت. ممتاز، راح نكمل اكيد موضوعنا دكتور محمد ومستمعينا في كل مكان، بس فاصل بسيط وراجعين، خليكم على السماء. ألف مع سامي بيروتي العيادة المسموعة. مكملين مستمعينا موضوعنا في طبابة ألف لليوم عن
علاقة مرض السكري بالعين مع دكتور محمد حنتيرة. قبل الفاصل كنت بسألك عن أهم العلامات اللي راح تستدعي الشخص أنه يذهب للطبيب. بالضبط. طيب. فقلنا فيها لو تفتكري قبل الكلام عشان برضو اللي ما لحقش. قلنا أول حاجة أن في تذبذب في الرؤية. واحد اثنين قلنا أن الخطوط المستقيمة تكون متعرجة. أيوة. وثالث حاجة ذبابة طائرة لونها أحمر الدموية تحديدا. بالضبط. مذكرة كويس. طيب. دكتور محمد 200,000 شخص في المملكة معرض للعمى. الله يحفظنا. قوية المعلومة صراحة. عدد كبير. هل هذا صحيح؟ دي نسبة رف استميت يعني ما بتبقاش بالعدد لكن ديفينت بما أن في 200 سوري إن في 2 مليون شخص في على مستوى المملكة عندهم سكر في الفترة الحالية يبقى تقريبا 10% منهم اللي هو 200,000 معرض إن هو يجيله للأسف عمى. طيب. نتيجة سكر. في حال هم مرضى سكري وبما انه هذا يعني كمان نسبة مو قليلة نحن نتكلم على 200,000 شخص ومعدل مو قليل ايش هي المراحل اللي حيمر فيها في اسوء الاحوال الى ما يوصل للعمى يعني طيب. احنا ما نبغى نجيب سيرة العمى خلي اخر شيء قولها ربنا يحفظنا جميعا بص يا ستي الموضوع بيبتدي ببساطة شديدة جدا هو السكر ده بيعمل ايه بيعمل ثقوب في الاوعية الدموية لان مرض السكر بيأثر على الاوعية الدموية الدقيقة بتاعت الشبكية طيب ايه اللي موجود في الخراطيم دي اللي هي الاوعيه الدمويه دم مش اسمها اوعيه دمويه تمام طب لما يعمل خرم فيها والخرم ده يبقى صغير يطلع منها حاجه اسمها البلازما ايه البلازما عباره عن الميه اللي موجود فيها البروتين واللي موجود فيها الدهن فيحصل ترسبات في شبكيه العين ايه الترسبات دي يعني تنزل بدل ما تكون في الاوعيه الدمويه ينزل يبقى فيه دهن موجود شحم موجود في الشبكيه واحد او بروتين شحم بروتين يبقى موجود فطبعا حسب المكان بتاعها اذا كان هذا الترسبات طرفيه مش هتاثر على النظر لكن لو كانت موجوده في مركز الابصار بنسميها المقوله هنا بتاثر بشكل كبير وممكن دي اللي بتؤدي الى التذبذب في الرؤيه ثم بعد فتره يحصل الاعوجاج في الخطوط المستقيمه صاحبنا اللي عمريض السكر ما التزمش ما لا بيلعب رياضه بيشرب دخان الضغط بتاعه عالي ما مظبطش الكوليسترول ما بياخدش علاجه بتاع السكر يقولك سيبك من الكلام ده او يمشي مع الحاجات الشعبية اللي يقولك انسولين ايه وده هيتخني وا 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 وحاجات زي كده وما التزمش يعني احنا قلنا فيه ايه ثقب طب الثقب ده بقى ايه كبر الله 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 يوسع طب لما يكبر اكتر يكبر كمان تلاقي بقى خلايا كرات الدم الحمراء اللي موجودة جوه الاوعية الدموية مش اسمها اوعية دموية تطلع بره نسميه يحصل ايه نزيف لو دخل في شبكية العين نسميها نزيف في انسجت الشبكية طب لو في الجسم زوايا نزيف في الايه في الشبكية ويعمل بقى فاكرة العلامة اللي احنا قلناها اللي هي الدبانة اللي لونها ايه احمر ايوه بالظبط طيب الخرم كبر كبر خلاص الوعي الدموي انفجر فتسكر الايه الاوعية الدموية الصغيرة دي طب مين اللي هيجيب الاكل مين اللي هيجيب الهواء لانسجت الشبكية ايه الحقونا الجزء اللي هو مادة او خلاص ما ماتش حقيقة لسه بيستغيث ببقية أطراف الشبكية اللي فيها بوائي أوعية دموية سليمة الحقونا بهوا بسرعة فتروح بعت رسائل زي SMS كده الأنسجة التانية عشان تنقذها هنا بقى دي مرحلة فارقة بقى. هذه الرسائل لما بتوصل لأنسجة الشبكية بتبتدي على طول تبعت مقاولين لبناء أوعية دموية مش ما خلقهاش ربنا وإنما أوعية دموية شيطانية باثولوجية فلو انت تعالي بقى احنا كده قلنا ايه جبنا مقاول واحد بيعمل بضمير واحد تاني حط اسمنت واي كلام وكلام ده مين اللي البنى بتاعه اقوى مين اللي يعمر اكيد اللي اساسه صح اللي هو ربنا خلقه اكيد طب واللي شيطاني المقاول التعبان مش يكون شغله تعبان اي كلام مع اي هزة ارضية بب. يعني الاوعية الدموية اللي جت تنقذ هذه المنطقه اللي على وشك انها تموت وصلها اوعيه دمويه باثولوجيه تنفجر بسهوله مع اي ارتفاع ضغط ويحصل نزيف تاني في الشبكيه ثم الدم اللي بيحصل ده يتجلط وبعد ما يتجلط اذا ما امتصوش الجسم بسرعه يحصل يبقى عامل زي عارفه الاستك يشد على اطراف الشبكيه ويشدها شد جامد لحد ما يعمل فيها قطع ويعمل انفصال شبكي هنا بقى من اول ما احنا شوفي بقى من اول ما احنا دخلنا خلاص في موضوع النزيف خلاص احنا ما بقاش العلاج بتاعنا عباره عن ليزر ولا حقن ولا حاجات بسيطه صحيح. لا احنا لازم هنخش جراحه بقى خلاص فالموضوع تطور بشكل شوفي الموضوع ابتدى بايه
كان موضوع بسيط خالص. بسيط جدا. السكر ما تنظمش، عمل ارتشاح، الخرم كان صغير عمل ارتشاح كان عبارة عن بروتين دهن، كبر شوية الخرم، كرات الدم الحمراء نزلت فعمل نزيف، عمل نزيف في الجسم الزجاجي، فرقع الوعاء الدموي، فبقى مفيش هواء واصل ولا غذاء واصل أنسجة الشبكية يستغيث، اتبنت بسرعة 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 الحقونة، فبنوا بسرعة أوعية دموية باثولوجية شيطانية مش معمولة مظبوط لأنها مش بتخلقة ربنا، فبقى سهل إنها تنفجر، حصل نزيف أكتر أكتر في جسم في الجسم الزجاجي، تجلط هذا الدم شد على أطراف الشبكية وعمل انفصال شبكي إما طرفي أو، وهنا بقى لازم نخش بالجراحة. يعني هذه صراحة يعني شخص أهمل نفسه فعلا ووصل مراحل متقدمة. شوفي هقولك على حاجة برضو عشان ما نقولش برضو كل الناس بتبقى مهملة. في ناس ما عندهاش قدرة. صحيح. يعني في ناس ما عندهاش قدرة أكيد. إنها تصرف العمليات دي غالية. غالية. جداً والحقن غالية جدا والليزر غالي برضو. لكن وجود الحمد لله الكلام ده متوفر حتى في المستشفى الحكومية. حكومية. ده بيوفر بشكل كبير. أكيد أكيد. الحاجة التانية بقى العدو بقى اللي أنا لا أسمح به الجهل. في عهد 2018 خلاص احنا فاضلنا شهر ما عندكش بقى يعني ما عندك عذر، ما عندكش عذر، بتكلم جوجل افتح يوتيوب شغال صحيح. افتح راديو افتح تلفزيون يعني ما فيش، اقرا ما فيش بقى. فحتة الجهل. والحاجة التانية بقى اللي انا برضو لا اسمح فيها في حتة ايه بقى، ان انت تيجي تقولي وضعي بالشكل ده والسكر مش منتظم عندي وعندي مشاكل وسايبة نفسي وسايب نفسي خايف احسن اروح عند الدكتور واتعمى، ايه يا عم الكلام على اساس انه الدكتور اللي هيعملني يعني المرض. انت كده انت كده وفي الاخر المشكله في ايه بقى حقيقه، بيروح للدكتور لما بيكون وصل لمرحله منتهيه خالص فالدكتور يصدمه يقول له انا للاسف نسبه النجاح بتاعتك كذا 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 شفته ما انا قلت لكم الاول مش هيعرف يبقى. لا انت اللي جاي متاخر. صحيح. انت اللي جاي متاخر. فاول ما يشعر شيء المفروض على طول فيروح. وزي ما قال لك كمان دكتور محمد في حال برضه ما شعرت شيء وانت مريض سكري كشف الدوري ضروري. الكشف الدوري ضروري. طب الكشف الدوري كل متى؟ بص يا ستي لو انت ما عندك ايش رحت عند دكتور الشبكيه اول مره انا مريض سكر اهو، رحت للدكتور وبص على الشبكيه قال لي بص فله شمع منوره انت زي الفل خلاص اجيله تاني كمان امتى 12 شهر سنه يعني في مرحله فاكره احنا واحنا بنتكلم على مرحله السكر قلنا في اوعيه دمويه اسمها شيطانيه لو ما كانتش موجوده ممكن كل 6 شهور يعني مرتين في السنه ايه يعني ولا حاجه مرتين في السنه يعني يا سيدي قاعد عند الدكتور ساعه يعني ساعتين في السنه كلها ولا حاجه طيب لو دخلنا بقى في مرحلة الأوعية الدموية الشيطانية وبقى في نزيف وبقى في مش لا 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 ده في مراحل ممكن كل شهر بطلب من العيان ان هو يجي يكشف هذه مراحل متقدمة بالضبط حلو في بعض المتابعين بيطلبوا أرقام التواصل فراح أذكرهم فيها على 0121-61-61-100 0112-17-85-85 أو لو حابين تراسلونا على الاسمس لأي سؤال أو استفسار SCC 85-10-40 موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13 طيب دكتور محمد إيش هي أهم الفحوصات كمريض سكري المفروض يجريها المفروض يجريها يعني هل لما يروح لك العيادة مريض السكري بتهتم في إنك تعرف أهم شيء تفحص عينه ولا تفحص السكري اول شيء الاثنين اصل في مفيش مريض سكر بيجي لك يقول لك انت بتقولي له السكر عندك متظبط طيب ما هو كله مظبط مش ممكن في ناس بتبقى صادقه جدا وفي ناس ما بتبقاش صادقه طب هتعرفيها ازاي كنا بنعمل تحليل زمان فاكره كان اسمه ايه صايم ايه وبعد ساعتين ما بقيناش نعتمد عليه دلوقتي ليه بقى لان انا ممكن حضرتك دلوقتي السكر صايم ده هنعتمد عليه اللي بعد ساعتين حضرتك تروحي رايحه سامية بقى هتاكل كرواسو مثلا وهتاكل جنبها باتي ومش عارف يعني. ايه وتروح جاية بعد ساعتين فيبقى طالع السكر اللي بعد ساعتين حاجة بسيطة ما يبانش حنتيرة بقى يروح واخد له سندوتش الفول الطعمية من هنا وسندوتش حلاوة والديني يا ابني كمان مربى فتلاقي السكر بام بعد الساعتين طلع يبقى احنا بيختلف فقال لك لا مش هنعتمد على السكر الصايم وبعد ساعتين اعمل لي حاجة اسمها التراكمي التراكمي ده اللي هو حاجه اسمها تيست بالانجليزي معلش انا اسف لازم اقوله جلايكوزوليتد هيموجلوبين A1C يعني يديني السكر التراكمي على مدار الثلاث شهور اللي فاتت هل ده الشخص ده منتظم ولا الطبيعي بتاعه كام 6 طب لو كان اكتر من 6 مسموح ومقبول من 6 ل 7 طب لو اكتر من 7 ده عنده قابليه اكتر ان يجيله اعتلال الشبكيه السكري ده التراكمي ده معناه مش بيقول لي ان هو كان عالي لا ده بيقول لي ان في عدم انتظام فوق وتحت وفوق وتحت وفوق وتحت فده معناه اخطر اخطر ان هو يجيله اعتلال الشبكه السكري ونقطه كده من اول السطر ونقول ايه كل ما كنت انا مصاب
بالسكر سنوات طويلة كمان أكثر عرضة. يعني لو واحد بقاله 5 سنين أموره كويس، طب لو 15 لا، أبو 15 أكثر عرضة من أبو 5. السن الصغير إذا كان الإنسولين في نوعين أنت عارفة من السكر، تايب A وتايب B. النوع الأول اللي هو بياخدوا إنسولين ده أساس الصغيرين. للأسف الصغيرين في السن يا سامية أكثر عرضة، ها أكثر عرضة للمشاكل بتاعة الأوعية الدموية الشيطانية. أنا كنت لسه هسألك على موضوع السن صراحة، إنه الأطفال بالنسبة للأطفال المصابين بالسكري هل يختلف متابعتهم بقى؟ بس المتابعة بتاعتهم ده متابعتهم بقى إيه؟ أقرب من الجماعة اللي هم الكبار، لأن بتاع الكبار اللي هم اللي نسميهم تايب بي أو تايب 2 دول اللي هم ما بياخدوش إنسولين وبياخدوا منظم عادة ميالين أكتر لقصص الارتشاح، ودي علاجها بسيط، ممكن إن هو يبقى بتنظيم السكر، ممكن ليزر، ممكن يبقى حقن داخل العين، القصة بتاعتهم بتنتهي على كده معظم الأحيان. لكن الصغيرين للأسف نمو الأوعية الدموية الشيطانية دي الباثولوجية دي اللي بتنفجر وتعمل نزيف وتعمل أكثر عرضة، فده لازم يبقى احنا كمان المتابعة بتاعتهم تبقى أجريسيف أكتر. حلو، طيب ممتاز. إذن زي ما سمعته دكتور محمد إيش بيقول، خاصة على موضوع الأطفال ركزوا عليه لأنه فعلا لازم المتابعة في هذه الحالات والإصابات. رح نكمل أكيد مستمعينا، بس بعد الفاصل أهم شيء تحضروا أسئلتكم ورقة وقلم، سؤال واحد وسؤال ثاني وسؤال ثالث كلها للدكتور محمد على 012-61-61-100 012-1-17-85-85 أو تراسلونا عبر الاسمس لطرح أي سؤال أو استفسار على STC 85-1-0-40 موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. وحابة كمان أذكركم أو أقول لكم على أرقام التواصل الخاصة بعيادة الدكتور حنتيرة للعيون في مدينة جدة 058-180-22-22. فاصل بسيط وراجعين، خليكم على السمع. طبابة ألف مع سامي بيروتي العيادة المسموعة. يا هلا والله وسهلا فيكم مستمعين طبابة ألف من جديد، مكملين أكيد موضوعنا لحلقة اليوم عن علاقة مرض السكر بالعين مع دكتور محمد حنتيرة. في هذا الجزء من الحلقة راح نبدأ نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على أرقام التواصل 012-61-61-100 012-1-17-85-85 أو تراسلونا عبر الاسمس على STC 85-1-0-40 موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. حاب أنوه عن شيء، أنه اللي بيرسلون على الاسمس بيرسلونا تحديدا بيسألوا عن مرض السكري، احنا بنتكلم عن علاقة مرض السكري بالعين تحديدا، فيريت اللي حاب يسأل السؤال يعرف إيش الموضوع تحديدا. خلينا نروح الاتصالات. أول اتصال من الأخ محمد، ألو مساء الخير. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا وسهلا. مساء الخير. مساء الورد. بس استفسار للدكتور. تفضل. أهلا بيك يا محمد، تفضل. في فرق بين السكر للعين للأطفال والكبار؟ أنا عندي بنتي فيها السكر وعمرها 10 سنوات. الله يحفظها. وعندي أختي فيها سكر وعمرها 36 سنة الآن. ألف سلامة. يشتكون ايضا من عين، يقول نشوف قدامنا ضباب، وعندهم نظارات يشوفون ضباب ايضا. ما هو المشكله ما بتبقاش بس في النظر يا محمد، وانما كمان ياخد بالك ان النظر ممكن بيتغير مع عدم انتظام السكر. يعني لو البنت بتاكل حلويات اكتر سواء قدامك او من وراك، فمعنى ذلك ان السكر بيعلى فبيأثر على النظر ومقاس النظاره ما بيبقاش مظبوط، او يكون الضعف في النظر اللي غشاوه اللي هي شايفاها من مضاعفات السكر لا قدر الله، ان يكون نتيجه ارتشاح في شبكيه العين، او يكون في ميه بيضه لا قدر الله يكون مصاحب ده. ما اعرفش اذا انت كنت سمعتيني ولا لا، نوهت قلت على موضوع مهم جدا، ان السكر في الاطفال عنيف جدا وعنيد جدا مقارنه بالكبار، فيهمنا جدا جدا ان احنا نتابع مع دكتور العيون ونعمل فحص للشبكيه كل فتره قصيره، نتكلم من 3 ل6 شهور، ما نعملش زي الكبار 6 شهور لسنه. طيب دكتور، ما نكمل عدد التراكم للطفل للسكر؟ الكبار زي الصغيرين، ان الستة هو ده الطبيعي، تحت الستة طبيعي، فوق الستة غير طبيعي. طيب الاهل ياخذون مخلوط اللي هو الانسولين، وعندي بنتي تاخذ بس صافي دي العكر. لا، اللي هيفيدك فيها دكتور البطنه دي بقى، لان هو بناء على التحاليل اللي هو عملها لها هيقول لك زود هنا قلل هنا نضيف كذا، دي نقطه مهمه. وبقى في الانسولين بالنسبه للاطفال دلوقتي، اسال على حاجه اسمها الانسولين
بامب اللي هي المضخة. نعم يعطيك العافية أخوي محمد. تمام كويس برضو، بس زي ما حكيت في حل تاني بدل ما نشكشك البنت أو الولد بانتظام، لا في بامب هي اللي بتقيس وتحقن في نفس الوقت. ممتاز يعطيك العافية أخوي محمد. كمان اتصال من الأخ محمد. برضو محمد يا هلا فيك. يا أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. هلا والله. دكتور أنا عندي التهاب شبكة تلويني موجود، سمعنا فيها أنه في زراعة الخلايا الجذعية، هذا صحيح أم لا بالهند؟ الكلام ده غير مظبوط. في طبعا إعلانات كتيرة جدا جدا في الهند وفي روسيا وفي بعض الدول على مستوى العالم، لكن ديفنت حقن الخلايا الجذعية سواء في العين طلع منها مضاعفات شديدة جدا أدت إلى العمى في بعض المرضى، وحقنها في الوريد أدى إلى نشوء سرطانات، فبقت محرمة يعني بشكل عام على مستوى معظم الدول اللي بتحترم الطب. شلون شلون؟ حقيقة تاني، هي إما تتحقن جوه العين أو تتحقن جوه الوريد. في حالات حصل فيها عمى بعد الحقن داخل العين وما استفادتش خالص بالحقن، وأما الوريد ففي حالات حصل فيها سرطانات بعيد عن السمعين. فرجاء ابعد عن الموضوع ده. طيب أنا سمعت أنا بضبط بطلع برا. كويس، بس زي ما بحكي لك انت سألتيني على جزئية معينة وهي جزء الخلايا الجذعية، فلا انصحك. ايه زراعة الخلايا الجذعية للشبكية. ايوه مظبوط. نعم هذا ابعد عن الكلام ده لانه غير مفيد بل ممكن يكون ضار. بس انا سمعت يقول شافوا 100%. طيب بيعطيك العافية اخوي، لانه اكيد يعني في النهاية الدكتور بيأكد لك على هذا الموضوع. في استفسار اخر على SMS يقول لدي طفلة تبلغ من العمر شهرين مصابة بمياه بيضاء في عينيها، فهل من الأفضل إجراء العملية جراحيا أو بواسطة جهاز الفاكو اللي قرأت عنه بأنه لا داعي لعمل غرز جراحية وأنه جهاز متطور؟ دفنت طبعا جهاز الفيكو أو هو ده الأفضل. ولو أن مش محتاجين قوي سواء الجهاز ده أو إنها أو غيره، لأن عادة بتكون العدسة بتاعة الأطفال بتبقى بسيطة جدا وجرحها بيبقى بسيط قوي. فإحنا كده كده سواء استعملنا الجهاز أو ما استعملناش جهاز ما بنحطش غرز أثناء العملية. أهم حاجة الحقيقة بقى في حتة المية البيضة هو حساب مقاس العدسة، واللي محتاج دقة جامدة جدا لأن الطفل عينه بتنمو. فأنا لو حطيت دلوقتي مثلا زائد 23 العين بتكبر، فبالتالي هحتاج متابعة النظارة بتاعتها، وإذا كان في كسل يبقى لازم أغطي العين الضعيف السليمة عشان أمرن العين الضعيفة. واحد اتنين، يهمني جدا أن يكون أفحص الشبكية حتى أطمن أن ما يكونش فيه عيوب خلقية تانية غير العيب الخلقي اللي أدى إلى مية بيضة. لأن إحنا عندنا قاعدة ذهبية جدا يا سامية بيقولك إيه، إذا وجدت كطبيب عندك عيب خلقي في العين ابحث عن غيره، ابحث مش تكتفي به. النقطة الثالثة مهم جدا إزالة الجزء من الجسم الزجاجي أثناء العملية، لأن وجدنا ده بيدي نتائج أفضل، فأنا لازم أشيل المية البيضة ولازم أشيل جزء من الجسم الزجاجي وأزرع عدسة، مش مية بيضة وزرع عدسة بس زي زمان. ممتاز. نعم. اتصال آخر من الأخ أبو تركي. مساء الخير. ألو. ألو يا أهلا وسهلا أبو تركي. هلا ومرحبا. يا أبو دكتور. يا هلا ومرحبا. سؤالي في عندي سؤالين. السؤال الأول طبعا فضل. أنا عندي السكر جالي وعندي ستة سنوات، يعني لو الحين معايا 34 سنة. الايه اللي عندك؟ السكر. السكر ليه 6 سنوات؟ ايوه. الف سلامه. لا جاله وهو عمره 6 سنوات. 6 سنوات ولو معايا 34 سنه. يعني 34 عمري 40. تمام. فسؤالي الاول، انا كنت اول ما يجي هبوط عندي في السكر احس بزحله الاسلام. مظبوط. بس طبعا بعد الفتره هذه الفتره الطويله مع السكر ما احس بالزغلله. ايوه. هل معناها انه تاثر عندي الاعصاب في العين؟ هذا سؤال. طيب. لا خلينا واحد واحد يا أبو تركي. أنت دلوقتي السكر عندك منتظم خلال الفترة السنوات الطويلة دي؟ لا ما كان منتظم معي. يعني دلوقتي مرتفع ولا سليم؟ الحين يعني ما أقول أنه مرتفع، يعني جزئيا يعني يكون أحسن بكثير من أول يعني. طب كويس. يعني بيهبط عندي كثير وبيطلع كثير. بس يعني بيطلع كثير وبينزل كثير. إيه. ده اللي احنا مش عايزينه بقى. التذبذب. التراكمي بتاعك كام؟ افتكر؟ والله وصل فوق تقريبا 8 او 9 تقريبا. لازم. انا ما اذكر اخر مرة يعني. لا يبقى احنا هنحتاج كده ابو تركي نكشف على الشبكية. فاكر لما احنا قلنا ايه؟ مسموح ما بين 6 و7 لكن فوق السبعة لا تعالى بقى. لانه هو صار معايا نزيف. وانا في العمل حسيت كده كان نقاط دم يعني، ده
الذات واليسار. سلامات. طبعا كنت اتابع مع الدكتور استشاري النظر. ممتاز. فكنت اسوي عمليه الليزر العين اليمين وعين اليسار، قال لي عندك رشح. ايوه. بس للاسف العين اليسار بعد الليزر على طول بكم يوم صرت اشوفها غبش، يعني لا قريب ولا بعيد. أيوة. بس لما اجي امشي عادي. بعد ما رجعت دكتور ثاني قال لي عندك جاء ضربة الليزر في مركز العين. فمستحيل انه يرجع زي ما كان. ايش الحل في هذه الحالة؟ هل لا علاج او لا عمليات؟ قلت معلومة مهمة جدا جدا في اول الحلقة وعيتها تاني للي ما سمعهاش، ان انسجت الشبكية هي من الأعصاب المخ، وأعصاب المخ وأعصاب وأنسجة القلب اللي يتأثر فيها أو اللي يموت أو اللي كده ما يرجعش تاني، لأنها ليس لها القدرة في أنها تتكاثر أو تنمو تاني. فللأسف اللي يتأثر، إحنا هدفنا بقى دلوقتي نحافظ على بقية أجزاء الشبكية، ده أهم حاجة. طب الغبش يعني ما بتروح معايا يعني ولا ودي يتحسن شوية؟ حسب كلامك إذا كان ده من السبب نتيجة الليزر لا، مش هيبقى. إيه لأنه وجه أصاب مركز العين. للأسف. الليزر. للأسف. السلام عليكم. ألف سلام عليك أبو تركي، يعطيك ألف ألف عافية يا رب. تحت كمان أمر. اتصال آخر من الأخ إسماعيل. ألو مساء الخير. أهلا أستاذ إسماعيل. مساء النور. سلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا ومساء الورد. الله يحييك دكتور. دكتور المصاب بداء السكري. أي. كيف تنصحوا بموضوع إنه يحافظ على الرؤية صحيحة من حيث المشاهدة في التلفزيون أو مواجهة للهواء؟ طيب تمام. بص سؤال حلو جدا يا أستاذ إسماعيل. اسمعني كويس. أول حاجة مريض السكر، إحنا قلنا إيه، جوه الأوعية الدموية بتاعته بيكون فيه سكر كتير أو صح؟ فللأسف عينه بتبقى نشفة بشكل كبير، فلما هيقعد كتير على الجوال، هيقعد كتير قدام التلفزيون، هيقعد هذه المشكلة في الجوال، يعمل جفاف واحد على الجوال. نعم بالضبط، فيعمل جفاف شديد في العين، ولذلك مهم جدا جدا ان احنا نستعمل قطرات الترطيب بانتظام حتى لو السكر بتاعي منتظم. واحد. اتنين، مهم جدا ان انا افحص الجفون بتاعتي عند طبيب العيون كمان. يعني احنا كنا الحلقة كلها رايحة ناحية الشبكية، عايزين نتكلم فيه كمان حرف الجفن. مريض السكر بيبقى عنده الى حد ما ممكن يكون فيه التهاب حرف الجفن المزمن، وده نتيجة افراز دهن كتير في المكان ده. فتلاقي مريض السكر من آن الاخ يجيله دمل في جفن العين، تحت رمش من الرموش، كيس دهني، نتيجة عدم تنظيف حرف الجفن بشكل مظبوط. فدول نقطتين مهمين جدا جدا لازم نهتم بيهم في أي مريض سكر بيسمعنا. شكرا يا أستاذ إسماعيل، الحقيقة سؤال جميل، سؤال جميل. شكرا لك أخوي إسماعيل، يعطيك ألف ألف عافية. عندنا كمان اتصال. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله. حاول تاني. طيب أنا راح أذكر المستمعين بأرقام التواصل 012-61-61 حفظتها يا دكتور محمد 100-011-275-85 أو تراسلونا عبر الاسمس على STC-851-040 موبايلي 66 3-1 وزين 70-13-13. حاب أذكركم أيضا بأرقام أو رقم دكتور رقم عيادة الدكتور حنتير العيون في مدينة جدة لأي شخص حاب يستفسر، لأي شخص حاب يأخذ موعد. أرقام التواصل هي 058-180-22-22. أكيد مكملين حلقتنا، بس فاصل أخير من طبابة ألف اليوم وراجعين، خليكم على السماء. طبابة ألف مع سامي بيروتي. بيروتي العيادة المسموعة. مكملين مستمعينا في استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم للدكتور محمد حنتيرة على 012-61-61-100 012-21-175-85. نروح الاتصالات على طول عشان نلحق. اتصال من الأخ حمدي. مساء الخير. مساء النور. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا أستاذ حمدي. اهلا بك، كيف حالك يا دكتور؟ والله تمام الحمد لله. دكتور عندي سؤال بسيط بس اذا سمحت لي. تفضل. دكتور في سن ال 15 يعني هناس من ضربه فوق الرمش بالضبط فوق العين. فوقتها بعدها فتره صار عندي انحراف في العين اليمنى. ايوه. فحصلت نظاره وزي كذا بس ما مشيت عليها. يعني استخدمتها ممكن 6 شهور ورمتها. ايوه. فالان انا الحين عمري ما شاء الله 28 سنه. ايوه.
ايش اقول لك يا دكتور، في الليل بيضات السيارات في الكشافات لحد زي الدمع كذا بتاثر فيني، الاناره القويه اي شيء يقابلني. طيب استاذ حمدي كشفت؟ كشفت وقالوا لي عندك انحراف. بس نتيجه الخبطه يعني في جرح موجود في العين ولا مفيش؟ لا مفيش. مفيش. في الأغلب الخبطة مظلومة معك في ده. أنت ممكن يكون عندك حاجة اسمها قرنية مخروطية. حلو. عملت تصوير قرنية؟ لا والله. رجاءً. دلوقتي يعني تحجز عند حد في المدينة بتاعتك من زملائنا في العيون، تعمل عنده تصوير قرنية، نطمن لأن المرض ده منتشر جدا في المملكة العربية السعودية، والشكوى اللي أنت قلتها على طول نورت عندي لمبة حمراء اللي هي إيه؟ وأنت سايق بالليل بتشوف أنوار السيارات معوجة أو إنها مشدودة أو ليها ديل، يعني علامة مش كويسة. في ديل عين عندي. أيوة بالظبط. فرجاء عشان نلحق نعالجه، كل ما أي مرض، أي مرض يتعالج بدري بيبقى سهل. أي مرض إن شاء الله، حتى لو مقاس نظارة. ممتاز. ممتاز. ألف سلام عليك أخوي حمدي. اتصال آخر من الأخ ناصر. مساء الخير. أستاذ ناصر. يا هلا. مساء الورد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ دكتور ازيك ان شاء الله؟ طيب زي الفل. بسمع صوتك حبيبي. الله يعطيك العافيه دكتور. انا عندي من شهرين سكر. سلام. سكر في الدم وسكر في البول. تمام. ده معناه انه عالي قوي. ايوه حبيبي. فانا دكتور يعني وانا صايم بيطلع من 30، من 130 الى 140، 45 بكثير وانا صايم. تمام. وانا فاطر بيوصل ل 180 190 وانا فاطر، يعني فاطر فطور كويس، يعني زي ما تقول فيه حلويات وفيه شيء. حلو. الدين التراكمي، احنا قلنا مش هنقول بقى صايم وبعد ساعتين، فاكر؟ 12 دكتور، 12 تراكم. ايوه ما ادري يا دكتور، انا اخذت ما ادري ايه ده، انا ده لو قدامي دلوقتي كنت مسكت في ما ادري ايه. ايه يا عم ناصر ده؟ ما ينفعش. لا ده عالي قوي، احنا عايزين ننظم بقى مظبوط. وان ايه؟ والله تراكمي فعلا عالي، بس انا بس ماني حاسس الحمد لله بيا عرض رح السكر يعني. ما احنا مش عايزين نستنى. احنا قلنا في اول الحلقه فاكر قلنا ايه؟ لو احنا استنينا لحد لما السكر يأثر على النظر يبقى احنا بقالنا خلاص كده اطراف الشبكيه بدات ايه تتأثر كامل، احنا متاخرين قوي. لكن 12 ده كتير، لازم نروح لمين؟ دكتور. ها نروح لدكتور البطنه يظبط لنا 12 دقيقه، اعمل تراكمي تاني الاقيه 6 6 ونص، لو يبقى تحت الستة كمان يبقى احلى. بالظبط. خلاص. واروح اكشف عند طبيب العيون واطلب منه يعمل لي فحص شبكيه، يحط لي قطره كده ويفحص العصب البصري، مركز الابصار، اطراف الشبكيه. الكلام ده مهم قوي. طيب تنصحني بالابر ولا الانسولين ولا الحبوب الفلانيه؟ لا دي حته مش بتاعتي، مش اختصاص الدكتور. لا دي حته بتاعت دكتور البطنه والغدد الصماء، هو بقى اللي حقيقي يقول لك الانسب بالنسبه لك ايه. صحيح. الموضوع بقى بسيط جدا عن زمان. شكرا لك اخوي ناصر. الف سلام عليك. اتصال اخر من الاخ ابو موضي. مساء الخير. الو مساء النور، كيف حالك؟ يا اهلا وسهلا ابو موضي، كيف حالك؟ الله يعطيك. اول شيء دكتور بنشكرك ما شاء الله تبارك الله على حسن تفاعلك مع المستفيدين. حبيبي تسلم لي يا غالي، انت اللي عسل والله. لايك. الله يعطيك العافيه. ثانيا انا عندي سؤالين على السريع. السؤال الاول، يلا. ليش دائما مرض السكر مرتبط بالضغط؟ بالضغط. حاضر. سؤال جميل. ثاني الله يعطيك العافيه. ثاني السؤال الثاني دكتور، ايش فائده القطرات اللي تحدثت عنها وكيف ادري ان عندي جفاف في العين؟ تمام تمام، حلو جدا. بص يا سيدي، نبتدي الحقيقه السؤالين يعني سخنين مولعين. واحد مرض السكر بيجي اكتر لمين؟ للناس الكبار، مظبوط. وللناس الكبار دول اكلوا وشربوا وكلوا، واللي كل مندي واللي كل دهن واللي كل حاجات سكريات وحاجات ورز كتير، فحصل ان الاوعيه الدمويه بتاعتهم ما بقتش بنفس القطر بتاعها لان حصل ترسبات على الجدار بتاعها فدائت. فالسن هو اللي بيجمع ما الحاجه المشتركه بين مريض السكر ومريض الضغط. والتالت بتاعهم بقى التوأم الثالث اللي هو الكوليسترول العالي. فمش كل مريض سكر عنده ضغط، لكن عادة عشان سنه كبير بيكون عنده الضغط ويكون عنده الايه الكوليسترول. طبعا ممكن يبقى من الكونسيكونسز بتاعته يأثر كمان على القلب، لان الضغط بشكل تاني بيأثر على الضغط يأثر على القلب. ازاي اعرف ان انا عندي جفاف في عيني؟ بص يا سيدي بقى، حاجتين اساسيتين، عيني تبقى حمراء وبشكل ايه تحمر وترجع تاني، تحمر وترجع تاني. امتى اكتر وقت؟ بالليل لما يكون خلص اليوم خالص والدموع بتاعتي خلصت، عينيا تحمر اكتر، الاقي الرؤية بتاعتي متذبذبة، يبقى عندي حكة في الجفون. اعيدهم تاني، ثلاث حاجات: تذبذب في الرؤية، احمرار on and off خاصة فين في المساء، واخر حاجة حكة بسيطة موجودة
في الجفون. لو اجتمعوا الثلاثه دول في الاغلب انا عندي جفاف. طب اروح اكشف عند دكتور؟ ممكن ابتدي اروح عند الصيدليه سهله خالص، اقول له اديني قطر الترطيب، هتلاقي ارفف مليانه، اختار بقى الانسب بالنسبه لك. انا شخصيا افضل القطرات اللي ما فيهاش ماده حافظه اللي هي بتبقى امبولات كده تتخلع راسها، افضل من الايه واستعملها 5-6 مرات اتحسنت موضوع الجفاف والدنيا كويسه، يبقى انا همشي على ايه على الكلام ده، ومع تظبيط السكر تبقى اموري كويس. لقيت برضو الكومبلينز بتاعتي اي الشكوى بتاعتي مش مرتاح، اروح اكشف بقى اشوف فيه اكيد مشكله تانية. ممتاز، سؤال جميل جدا ابو، يعطيك الف عافيه اخويا بموضي. كمان اتصال من الاخ ادم، مساء الخير. الو مساء الخير. الو يا روح مننا نروح للاخ وليد. طيب اتصل بينا استاذ ادم تاني. الو مساء الخير وليد. وليد يا وليد. طيب كمان اتصل بينا برضه. الو مساء الخير. انتوا الاثنين. طيب في سؤال صراحه مهم على الاس ام اس. حلو. السؤال يقول ابو خالد، ابلغ من العمر 38 سنه، عندي سكر منتظم والحمد لله من النوع الثاني. حلو. واعاني من حساسيه في العين مزمنه وحكه مستمره من فترات طويله. عنده حكه وايه؟ وحكه مستمره وحساسيه. وحساسيه يعني. من فترة طويلة استخدمت قطرات الحساسية والكورتيزون بصفة مستمرة، حتى حذرني الطبيب المعالج من الموية البيضة. طيب. بسبب الاستمرار في استخدام الكورتيزون بصورة مستمرة. طيب. سؤالي ما هو المحلول المقترح، أو عفوا الحلول المقترحة، وهل يوجد علاجات حديثة لمعاناتي؟ صعب ده يا أبو خالد الحقيقة أن أنا أقول لك إيه البدائل بتاعة الكورتيزون بناء على شكوى منك دون كشف. صحيح. حاجة من اتنين، يا تيجي تكشف او تكشف عند حد من الزملاء في مدينتك، او تبعت لي على على الواتساب تقرير بالحاله بتاعتك فاقدر ارد عليك عن بعد. لكن بشكل عام قطرات الترطيب مهمه قوي، وبدائل الكورتيزون في صوره قطرات حاجه اسمها مضادات الهستامين، وهي امنه جدا في العلاج الحساسيه، ولا ترفع ضغط العين فتسبب مياه زرقاء، ولا 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 تسبب مياه بيضاء. عيبها الوحيد انها ممكن تزود الجفاف، عشان كده بندي معاها قطرات للترطيب اسمها مضادات الهستامين. تمام. اتصال اخر من الاخ زياد. مساء الخير. هلا والله. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ زياد. حاب اسالك بالله، الجزر مفيد للعين؟ مفيد، ما يضرش ولا حاجه، بس لو خدت جزر وانا وانت من هنا لحد السنه الجايه مش هنشيل النظاره، لكن يحافظ على شبكيه العين، يخلي صحه الجسم كويسه، لكن هو مش يعني مناسب اكتر لبعض الامراض، مش كل الناس. طيب في قطرات الجزر شيء؟ لا والله لسه في المستقبل. يعطيك العافيه اخوي، شكرا لك. كمان اتصال ثاني. بيهزر دمه خفيف. اوكي. طيب في استفسار، يعني تقدر ترجع تسمع الحلقه مره ثانيه عشان تعرف الاجابه، لانه السكر لو ارتفع ايش ممكن ياثر على انت تحديدا. في اتصال عندنا ابراهيم. خلاص. حلو. هذا ما مو اتصال يعني، ما تكلفتش يا عم، خد له. طيب. طيب حاب اذكركم مستمعينا باي شخص، لاي شخص حاب يتواصل مع عياده الدكتور حنتيره العيون في مدينه جده، او يحجز موعد عندها متشرف، ويزور الدكتور محمد، يتصل على 058-180-22-22. مره ثانيه 058-180-22-22. ناخذ اخر اتصال في طبابة اليوم. مساء الخير. الو اسمعني من التليفون وقفل الراديو. مساء الخير. النور. يا هلا فيك. وعليكم السلام. مين معاي من وين؟ ماجد على الله من جيزان. يا هلا فيك يا ماجد، تفضل. الله يحييك. اهلا بك استاذ ماجد، تفضل معاك. دكتور كيف حالك؟ والله تمام. الله يسلمك. عندي مشكله في النظر. تمام. عندي قرنيه مخروطيه. ايوه. والحين لابس نظاره تقريبا من 3 شهور. طيب شايف بيها كويس؟ شايف بها كويس. حلو. احيانا يكون كذا في يعني مشاكل على العين يعني. معلش ما سمعتش منك قوي، عيد تاني. بس ايه؟ كيف؟ بس كيف؟ النظر يكون فيه تشويش شوي يعني. يعني مش واضحه قوي. ايوه مش واضحه. وجربت سويتها كشف عند اكثر من عياده. ايوه. وكلهم يعطوني نفس المقاس يعني، في زايد حاجه بسيطه وناقص حاجه بسيطه يعني. تمام. فالنظارة ما ارتحت لها. طيب اخي الفاضل، عملت تصوير لقرنية العين؟ عملت تصوير. انه الدرجة بتاعت القرنية المخروطية اولى، تانية، تالتة، ولا رابعة؟ لا يمكن تكون الثانية. اذا كانت الثانية يبقى انت كده ماشي غلط.
هنحتاج ان احنا نعمل عدسات لاصقه صلبه او الجديده صلبه رخوه. انت كده ماشي غلط. كلمني الدكتور قال لي لازم تعمل العدسه يا سلام عشان وتشيل النظاره يا سلام، العدسه تكون افضل لك من يا سلام. صح كده كلامه مظبوط. فممكن اقدر اسوي لها عمليه، اقدر اسوي لها شيء غير العدسه وغير النظاره؟ طبعا في بدائل عمليات جراحيه. قال لي ما تقدر تسويها الا بعد سنتين. تمام، هو ادرى مني لان هو اللي كشف على الحاله، لكن هو طالما قال لك ان انت تجرب العدسات اللاصقه الصلبه يبقى اسمع كلامه، جربها الاول، اذا ما ارتحتش فيها فكر في البدائل الجراحيه، لان خلينا دايما نفكر بالطرق السلميه قبل ما نروح للجراحات. صحيح. والليزرز والحاجات زي الموضوع بتاعك ان شاء الله بسيط، طالما لسه في الدرجه الثانيه يبقى احنا لسه ممكن ان احنا نعالج الموضوع بكل بساطه وسهوله ان شاء الله. عندي بس ملاحظه صغيره. أيوة. عندك حساسيه ولا لا؟ والله حساسيه الان تقريبا من 10 ايام بدت العين تدمع وتحمر شويه. طيب، لان هم عايزين يقفلوا الحاله، هطلب منك طلب صغير، خلي فرك العين عدوك الاول، فهمتني؟ أيوة. خلي فرك العين عدوك الاول، لو انت قعدت تفرك في عينك التحدب ده هيتحول من او الانخراط ده من الثاني للثالث ومن الثالث للرابع. وهو مشكلتي انا افرك العين بزياده فوق الطبيعي. طيب. يعني ادعي لي بقى في ظهر الغيب. الله يكرمك حبيبي. الله يسلمك. الف سلام عليك. الف سلام عليك اخوي، يعطيك الف عافيه دكتور محمد. سلامي. شكرا لك، مميز كعادتك، يعطيك الف عافيه. مستمعين اذكركم مره ثانيه برقم عيادة الدكتور حنتيرة العيون في مدينة جدة 0 5 8 180 22 22. لكل اللي حاب يرجع يسمع الحلقة مرة ثانية يدخل على يوتيوب ALIF FM يسمعها ويستفيد. وحاب أشكر أكيد كل المستمعين على حسن الاستماع واللي تواصلوا معنا، متابعين في مواقع التواصل الاجتماعي. كنت معكم أنا سامية البيروتي، في أمان الله.